رامي الجريدي شنو الاسباب غياب نتاعو؟ رامي الجريدي كونفوكي كان معنا، تبقينا البارح في الليل عنده حد من العائله صارت له يعني ظروف صحيه طارئه، اتصل بيا مع الساعه ساعتين نتاع الصباح، كلمنا مليك وفاق واعطينا لوتوريزاسيون باش يتحول لتونس على جناح سرعات. مكان اهلا وسهلا بكم، هذا هو ملعب الطيمي ريبيت شخص اللي يحتضن اليوم لقاء الجوله الثالثه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. النادي الشخص يا شبيب الخيروانيه من اجل البحث عن الانتصار الاول خلال الموسم، طابع برتغالي للسي اس اس جوزي دي موتا، وفرنسي للشبيبة باسكال جيني، خمسة دقائق لاعب حمزة بثلوثي، سكري حمزة بثلوثي، ترجع من دفاع الشبيبة بن علي صوب والهدف الاول. خمسة دقائق لعب، الأسبقية للشيخسي على صورة حسين بن علي صاحب الهدف الأول للنادي الشيخسي في هذه المقابلة، انطلاقة جديدة لقائد إعادة عملية الهدف، تصويبة إغالة من خلال علي القلعي، ويمضي الأسبقية للسي اس اس بأفضل سيناريو للنادي الشيخسي مع بداية المقابلة. إصابة حسين بن علي على صورة أمامكم، حسين بن علي بمعية طبيب النادي الشيخسي حمادي يقوبعة، الأوجاع تعاود بن علي من جديد. شنو الإصابة نتاعك؟ والله ما نعرف شنو نعمل لكو، إن شاء الله تطلع إصابة خفيفة وحسيت شوية أوجاع في فخذي، إن شاء الله لاباس. ما نجمو نحددوها إلا ما نعمل كشوفات طبية، إن شاء الله نهار الاثنين نعمل كشوفات طبية ونجمو نحددوها، إن شاء الله ماهيش تكون خطيرة إن شاء الله. تعويض اضطراري، دخول علاء المرزوقي، تسعة دقائق لعب، التغيير اضطراري الاول للنادي الشخصي في المقابله، كره في العمق ترجع في اتجاه العمدوني، التصويب والمطالبه بضرب الجزاء من جانب النادي الشخصي، المطالبه بضرب الجزاء والحكم اسامه بن اسحاق يامر بمواصله اللعب، ترجع كره سريعه حمزه مثلوثي سكري من جديد في عكس الهجوم للنادي الشخصي، صوب وكره يدخل دفاع الشبيب وفي الركنيه، فخت يتواصل بالنسبه للنادي الشخصي، ترجع كره من مريح في اتجاه حمزه المثلوثي ويبحث عن المعارضه، يلقاها في العمدوني في اتجاه الحناشي، وزع الحناشي على مستوى القائم الثاني والهدف الثاني للنادي الشخصي باول لمسه للاعب بالمرزوقي ينجح في مغطي علي القلع، وهذه اعاده من جديد زاويه اخرى وهدف ثاني للنادي الشخصي. التوقيت 26 دقيقة لعب، تتغير النتيجة هنا في ملعب المهيري، يتواصل الضغط، تمشي كرة مرزوقي تمشي عمدوني، شو يعمل عمدوني؟ يصوب والحارس القلعي، يصوب العمدوني والحارس علي القلعي في الموعد هذه المرة. نسق ممتاز للسيسي لحد الآن في هذه المقابلة، ركنية، التوزيع، ترجع من مرزوقي رأسية وتمشي العمدوني والهدف الثالث. الهدف الثالث للنادي الشخصي، 40 دقيقة لعب، يثلث النادي الشخصي ويرفع الحصيلة إلى ثلاثية. هذه إعادة، شوفوا الكرة تمشي من مرزوقي للعمدوني والعمدوني رأسيته، اتغالت الحارس القلعي وكرنفال شاو على الملعب المهيري في مردود باهت كما تشاهدوا إلى حد الآن للشبيبة في هذا الشوط الأول، ثلاثة أهداف مقابل صفر. شوط أول النادي الشخصي مازال يضغط، سكري يوزع وحناشي وجانبية، الحناشي وجانبية من مرمى الحارس علي القلعي يتدخل هذه المرة أمام كرة شوار، ثلاثة أهداف مقابل صفر. أسامة بن إسحاق يعطي إشارة انطلاق الشوط الثاني، وزوز تغييرات للشبيبة، علاء حمدي الرياض الفريوي من أجل إنعاش الخط الأمامي للشبيبة القيروانية، ركنية تلعب بالركنية وكرة في اتجاه بوشنيبة ومطالبة بضربة جزاء أبناء الشبيبة، الاحتجاج على التحكيم على الحكم مسامة بن إسحاق، هذه إعادة للقطة الأخيرة للشبيبة، ستة دقائق لعب في زمن الشوط الثاني، كرة من سيلا وجانبية، وأول ظهور للسنغالي ندوي
في بطولة هذا الموسم مع تفاعل جماهير النادي الشخصي. انداي انداي يتحرك على اليمين يوزع في اتجاه العمدوني والهدف الرابع، الهدف الرابع للنادي الشخصي. فرحة العمدوني بهدف رابع والثاني للعمدوني في مقابلة اليوم. الحمد لله ربي قبل كل شيء، توفيق من عند ربي، بقيت قاعد يخدم على روحه، حاول ديما نقدم كل ما عندي باش في صحابي في الجمعية. نحب نشكر العبيد اللي عطاو فيا ثقة الكل، وإن شاء الله وياهم نحصل أحسن. تغيير للنادي الصفاقسي، عمدوني يخرج يدخل سامع أبو حاجب، مرزوقي، مرزوقي يتحرك، واحدة سنين مع سامع أبو حاجب، سامع أبو حاجب يستعد للتصويب، يصوب بعيدة، بعيدة على الشباك القلعي، أبو حاجب يتحرك من جديد، أمامك أبو حاجب. بوحاجب مازال محافظ على كورته، يصوب على العارضة، يصوب على العارضة، ممتاز سامح بوحاجب إلى حد الآن. نشاهد إن شاء الله العملية أكيد بزاوية أخرى، تصويبة على العارضة كادت تخمس النتيجة وترفع الحصيلة لأبناء النادي الصفاقسي. 4-0 أعرض نتيجة إلى حد الآن في بطولة هذا الموسم، أول انتصار للسيسيس وثالث هزيمة على التوالي للشبيبة القيروانية. منتظر باش نلقاو صعوبات في مقابله اليوم، متي فيزيك نتاعنا تعبه برشا، قاعدين نخدموا باش نحصنوا، خدينا الفريق عنا 9 ايام، مو سيفيزون باش نخليو الفريق يلعب في مردود يقدم مردود ممتاز، ان شاء الله في قادم الجولات نتحصنوا مع العالم. عنا تريف نخدموا فيها برشا ولازمنا انتدابات. انتصار باقناع، يعني الترشيم كان اكثر اكثر من الزمريات اللي كانوا، كانت واقعيه، فما اصرار، فما اجريسيفيتي قدام الكاش كما نقولوا احنا. عرفنا نستغلوا الموفور نتاعنا والحمد لله، يعني نقولوا احنا مباراه في المجمل متوسط لكن نتيجه ممتازه جدا باش ترجع الثقه للوليد.